راح اسوي تروفي المانجا، واضح لكم اصلا من المانجا ومقطعه وكذا. تعالوا شوفوا معاي وش راح اقطع الكيك. هذا قلب كيك الصراحه، وش راح اقطع كيك الفانيلا. هنا بعد ما نزلت الكيك راح اسقيه بالعصير المانجا، وبعدين راح احط الكريمة اللي انا سويتها، يعني ما مرة تكثرون شوي بس كذا كفاية. اصلا هنا راح انزل الكريمة. الكريمة عبارة عن دريم ويب وكريم كراميل وقشطة وجبن كريمي. هنا بعد ما نزلت الكريمة راح أبدأ أنزل شوي قطع مانجا. ما أكثر يعني كثير مرة. راح أرجع أضيف كيك كمان، كيك وراح أرجع أضيف نفس الكريمة أكررها مرة ثانية. هنا راح أضيف الكريمة اللي أنا سويتها الطبقة الأخيرة عشان أحسها متوازي جاي من مرة. هنا الطبقة الأخيرة راح أضيف فيها الفرن. أيوة التزيينة المفروض تكون يعني متساوية، بس أنا سويتها متساوية عادي. طلبت الشحنة ثالث رمضان تقريبا، ثاني ثالث رمضان تقريبا، رابع رمضان شيء زي كذا. وصلتني اليوم 14، أتوقع وصلتني في أسبوع وشيء أو 10 أيام. هنا طلبت الشيء شورت لزوجي، جاي شكله حلو مرة، وكمان يعني قطن يعني ينفع للبرد، مو قصدي مو قطن يعني انه القماش البارد وينفع الوقت الحر. فهنا اختي طلبت معايا كاب، هنا الكاب شوف كيف مرة حلو يا بنات، ولونه جاي اخضر غامق. هنا طلبت طقم يعني مع بعض المسؤولة أولادي. هنا هذا هو الطقم، مرة حلو وينفع للبيت وخرجات كمان. طلبت كمان هنا ملابس داخلية لولدي الكبير، هنا هذا هو. صرت أحب أطلب من المواقع الصراحة، ما صرت أحب يعني السوق يعني اشتري منه كثير، اكثر شيء احب صرت المواقع يعني افضلها اكثر. كمان طلبت نفس الشيء لولدي الكبير الطقم، بس هنا جاء افتح مره اورنج الصارخ،
ولي أول جاني أورنج يعني يغمق أفضل من هذا، بس يعني عادي جاية حلوة. وهنا كمان نفس تغلية طبعاً اللي هي تجيك العلوية، نفس الشيء طلبت ثلاثة جتني، حسيتها شوية كبار بس مرة خامتها حلوة. هنا طلبت لي باليت زلال لأنه من زمان رايحة، فحبيت أجرب حقة شيكلا. واو يا بنات شكله مرة حلو، والألوان هذه الفواتح تناسبني معها غوامق. شوف كيف طلبت الشنطة مع اللبس مع الفستان الوردي الأول يوم من هذه الماركة الفاتحة. يعني مو عملية، حقت مناسبات شيء زي كذا. أو يا بنات مرة حلوة شكلها، تشيل يعني مناسبة كذا، تشيل لك عطر، تشيل لك فراج، جوال، مرة واسعة وحلوة. شوف كيف مرة مرة حلوة، ما ندمت إني أخذتها. كده خلصت طلبيتي، طلبت لزق لغوص السوداء، وطلبت لي هذا الجلوس. أخذته من عند أختي، أدمنته فترة وحسيت إنه خلاص بينتهي هذا اسمه، فقلت خلاص بما إني طلبت راح أخذ لي واحد احتياط. مرة يا بنات حلو بشكل مو معقول. هذا هو، أنا عندي واحد بس إنه أخذته من عند أختي وطلبت هذا. شوفوا كيف أصلا يجي غامق على الشفايف، مرة مرة حلو. كمان طلبت لي شنطة من ممشي، طبعا رحت المول حصلت نفسها في المول بألف ومئتين أو المهم ما تنزل عن 900، ففتحت نمشي حصلت نفسها سبحان الله تشبه لها. شوفوا نفسها شوفوا كيف الجمال جنان، مرة حلوة يا بنات. وطلبت من نايس وان شو اسمه، يعني عشان اهتم شوي بشعري بصحة شعري قبل العيد، فطلبت شيء بسيط الكل يعني جربوا إلا أنا، اللي هو هذا الزيت الأغلب جربوا، قلت باقي أنا ما جربته، فلازم قبل العيد شوي اهتمام لأن شعري بدأ يصير ناشف بشكل مو طبيعي. هذا هو، حتى حجمه جاء حلو، توقعته مرة نقطة بس جاء مرة حجمه حلو. وهنا طلبت كمان هذا سمعت انه فروة الشعر مرة حلوة، تنظيف فروة الشعر، مثلا حطيتي زيت تمسحين في فروة شعرك فيها، شوف كيف، فتحمست لها. وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك، وشكرا لمشاهدتكم.